في إنجاز دولي جديد يضاف إلى إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، ويعكس ما يحظى به سموه من مكانة وتقدير عالمي. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين باعتماد يوم 5 أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، وذلك استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها سموه بتدشين اليوم العالمي للضمير في شهر أبريل الماضي، بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية. يشكل اعتماد مشروع القرار تقديرا دوليا لما توليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، من حرص على أن يكون لها دور فاعل وإسهام واضح في كل جهد دولي غايته تقدم البشرية وتحقيق الأمن الدائم والسلام المستقر والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم. في الوقت ذاته يأتي هذا الإعلان من جانب منظمة الأمم المتحدة ليسجل إنجازا أمميا جديدا لمملكة البحرين، وليؤكد على ما تحظى به شخصية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من ثقل ومكانة دولية، تقديرا لمبادرات وجهود سموه الداعمة لإرساء السلام العالمي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي للمضي قدما في جهود التنمية المستدامة. وقالت منظمة الأمم المتحدة في دباجة القرار الصادر عن الجمعية العامة ضمن أعمال الدورة 73 والتي عقدت في شهر يوليو الحالي إن اعتماد 5 أبريل يوما دوليا للضمير يأتي كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والإدماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام. ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد إلى الاحتفال بهذا اليوم على النحو المناسب، بما يدعم بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير وفقا للثقافة السائدة في مجتمعاتها المحلية والإقليمية. وقد جاءت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء لتدشين اليوم العالمي للضمير في مقر الأمم المتحدة بفيينا خلال شهر أبريل 2019 كأول مبادرة من نوعها للتعاون العالمي لتعزيز ثقافة السلام والحب والضمير، وذلك حينما أطلق اتحاد السلام والمحبة العالمي وبالتعاون مع البعثة الدائمة لمملكة البحرين بفيينا اليوم الدولي للضمير في احتفالية حضرها حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية في فيينا، وذلك بهدف تشجيع الحكومات والمنظمات على الاحتفال باليوم العالمي للضمير كوسيلة لتحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية. وحينها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رسالة يمكن اعتبارها الوثيقة الأولى على مستوى العالم للضمير العالمي، حيث شدد فيها سموه على جملة من المبادئ التي تم ترجمتها في قرار الأمم المتحدة الخاص باعتماد 5 أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، إذ عكست رسالة سموه رؤية متكاملة تدعو إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي وتفعيل دور الضمير العالمي في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف ربوع العالم.